ونقطع الزعتر بالراحة قطع صغيرة كده، وبعدين هنضيف عيش الغراب وهنقلب ونعصر عيش الغراب علشان نطلع المية الزيادة منه ونحطه في الطاسة، تمام؟ وبعدين أنا هضيف شوية عيش غراب أبيض وهقطعه بإيدي وأضيفه كده هو، شايفين؟ وهنبقى نضرب ده في الخلاط بعدين كده كده. ودلوقتي نضيف الأعشاب، كليل الجبل والزعتر، وعليهم شوية ملح صغيرة وفلفل أسود مطحون وكمان عصير عنب. كده طبقنا بقى جاهز، تمام؟ وعندي هنا كمان عيش الغراب اسمه شمجي، هنضيف منه شوية، كفاية مقدار نص كوباية. اوه روعة، ايه الريحة الحلوة دي. دلوقتي هنضيف شوية كريمة، مش كتير، يدوب شوية، حبة كريمة صغيرة. الخليط ده لذيذ جدا. دلوقتي نطفي، لكن لازم نضربه ونخلطهم سوا كويس. أنا جبت عيش أبيض من السوق وده هيساعدني في العجينة، هحطه في الفرن وبعدين هضرب الفطير ده في الخلاط. هنقطع العيش على شكل مثلثات كده، تمام؟ وكمان هضيف زعتر علشان يدي طعم. العيش الأبيض بالزعتر طعمه حلو، أيوة شوية كمان كده. وهنضيف عليه معلقتين صغيرين زيت زيتون ونسخنهم لمدة 10 دقايق على 150 في فرن يكون متسخن من قبل كده، لأن التحميص بيدي طعم أحلى. بعد كده هنجيب الخلاط ونضرب عيش الغراب. أوه روعة، بصوا على الجمال والحلاوة اللي طالعة من الفرن. معجنات الجبنة الصغيرة جاهزة. يا سلام على الريحة، إيه ده، تحفة بجد. دلوقتي هحطهم في السلة الخاصة بالتقديم، دي تعتبر سلة خاصة بالمخبوزات بيتقدم فيها كل أنواع العجائن. روعة. نرش شوية جبنة بيضة عليها، رشة كبيرة شوية، هايل، وشوية فلفل أسود مطحون. زي ما انتوا شايفين معجنات الجبنة على الطريقة الفرنسية جهزت خلاص، لكن على فكرة أي نوع جبنة ينفع برضو، وليه لأ؟ يلا نشوف الوصفة. لعمل فطاير الجبنة هنجيب نص كوباية لبن، نص مية، ومعلقتين كبار من الزبدة، ودقيق منخول، ونقلب كويس، ونفضل نقلب كده لمدة دقيقتين، ونضيف الخليط في العجانة ونحط عليه البيض واحدة واحدة، وكمان هنضيف عليه شوية فلفل أسود وفنجان كبير من الجبنة وكمان معلقة صغيرة ملح، ونخلطهم تاني، وبعدين نرش زيت على صينية المخبوزات ونحط الخليط في كيس الحلواني ونجهز الفطاير بشكل منظم وجميل، ونحط الصينية لمدة 12 دقيقة في فرن.